استاذ تادي دخلك. هلا انت فهمت السيناريو؟ نعم. عرفت شو تعمل؟ اسمع اسمعني منيح. لما يخرج مهند من الغرفة نور بتضل تبكي 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 تبكي، بتجيك تطلب منك المصارة. ها هذه المصارة تعطيها اياه. مفهوم؟ فهمت. واه جهز حالك. يلا لك. يلا يا جماعة نبلش. كاميرا اكشن. قلت لك ما عرفت كيف سات السيارة وقع بهالحال. نهال حملتني لجوا وبلشنا نحكي مع بعض وبعدين ما بتذكر شو صار. صدقيني ما عم بتذكر. اسف، تقدري تسامحيني؟ بعرف بعرف رح يصير هالشي في يوم من الايام. لو سمحتي لا تعيدي نفس الحكي. انت اللي وصلتينا لهون. انا وصلتكم؟ انا قلت لك روحي على نهال. بس انت من الاول مفكره انه في بيناتنا علاقه. وطلع معي حق. غيرتك علي هي اللي كركبتني. دخلت براسي شغلات ما عم تخطر في بالي ابدا. اعترفي انا بسببك وصلت لهالنتيجه. يعني ما هو انا لحالي غلطان. غلطان؟ لا تكذب. ليس لك الحق يا اخويا مهند. ألمت غيدك المسكينة؟ أتضلت مرمت فيها؟ ها؟ ألا ترى أن نور قليل الصحة وما عندها والي؟ لماذا تمرمد فيها كما هكذا؟ إنها تبغيك بزاف بزاف وأنت تخدع فيها بدرجتي. أنت خدع يا مهند. واه. لماذا ذهبت لريهان؟ قل صح ولا تكذب. أين كنت في الحلقة 116؟ عيب عليك. أنت لا تستهن.